أن الحكام الجدد أمام مسؤولية كبيرة لتأكيد انفصالهم التام عن العصابة وعهدها، وتبيين شجاعتهم على اجتذاثها وتدميرها، وإظهار كفاءتهم في ملاحقتها. وإن من الملفات التي تنتظر جواباً استرجاع الأموال المنهوبة، وإن كان للنظام السياسي خطة في ذلك فليخبر بها الرأي العام، وليخبرنا دورياً عن قيمة الأموال المسترجعة. وعلينا نحن كسياسيين شجعان وأحزاب أصيلة ومجتمع مدني مفيد ومنتخبين نزهاء وصحفيين أحرار أن يكون لنا دور في ملاحقة الفساد بمختلف أنواعه.